أعزائي برحب فيكم، وحنعمل هلأ صنف كوكيز ولكن مختلف. حنعمل سينامون رولز كوكيز. نشوف مع بعض المكونات. سينامون رولز كوكيز للحشو: نصف كوب سكر بني فاتح، 1.5 ملعقة صغيرة قرفة، ربع كوب زبدة مذابة، العجينة 2.25 كوب دقيق، نصف ملعقة صغيرة ملح، 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 3.25 كوب زبدة بدرجة الحرارة العادية، 3.25 كوب سكر ناعم الحبيبات، 1 حبة كبيرة بيض، 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، 1 ملعقة كبيرة كريمة سائلة أو حليب، صلصة السكر، 1 كوب سكر ناعم بودرة، 2 ملعقة كبيرة حليب. أعزائي الوصفة عنا كتير بسيطة وبتتكون من جزئين. أنا حعمل كوكيز محشي بالقرفة. ببتدي في الأول بتجهيز الحشوة. الطريقة كتير بسيطة وسهلة. في طبق أنا ححط السكر البني الفاتح، عم نستعمل الفاتح مش الغامق. حضيف له مقدار القرفة، وممكن طبعا إذا حبيتوا تزودوها أكتر، ولكن هذا الطعم بيبقى مظبوط. وحضيف عليه الزبدة المذابة، وحستعمل معلقة مجرد أني أقلب هالمكونات مع بعضها، بتصير عندي زي خليط هيك لين. لاحظوا كيف على طول السكر بيتشرب ونكهة القرفة على طول عم تطلع عندي. هلأ هذه الحشوة حخليها على جنب، احتفظ فيها لبين ما ابتدي اجهز خليط الكوكيز. متأكد انها كلها اختلطت عندي كويس، وخلوا بالكم ما بنقدر نجهزها مبكر، يعني الفترة قبل، لانه ممكن الزبدة تتماسك عندي وتصير شوي صعب نفردها، فلابد اخليها محتفظة بليونة بهالطريقة هاي. هخليها جنبي ونبتدي اعزائي نجهز لعجينة الكوكيز. العجينة الكوكيز التقليدية هي مشابهة، بس انا ما بقدر انصحكم انكم تستعملوها لحالها، لانه هاي شوية مقادير مختلفة. في وعاء الخلاط انا ححط الزبدة، والزبدة لازم تكون لينة عندي بهذا الشكل. خلينا نجيب سباتشولا كده. وححط السكر، والسكر لازم يكون ناعم الحبيبات. دائما لما تشتروا المكونات للحلويات والبيكنج والخبز، اختاروا السكر اللي حبته بتبقى ناعم شوي. طبعا مختلف عن السكر البودرة، هذا بتبقى سكر عادي، ولكن الحبيبات تاعته ما بتبقاش خشنة. حبتدي أعزائي أثبت مضرب التقليب. أثبت مضرب التقليب وشغل لغاية ما يختلط عندي الزبدة مع السكر. مهم جدا أثناء ما أنا بخلط أي شيء أتوقف في نص الوقت. بنلاحظ كيف عندي كتير أجزاء متجمعة على جوانب الوعاء، فلابد بالسباتيولا أبتدي أزيحها بهالطريقة عشان أتأكد إنه ما في إشي عندي على الجوانب. هيك بتأكد إنه كل المكونات عم تندمج وتختلط بكفاءة. حبتدي أضيف البيضة وأضيف الفانيليا. هنبتدي أعزائي مرحلة نخل الطحين. هنخل الطحين مع البيكنج باودر والملح. وارجع اثبت المضرب واخفق لغايه ما تختلط هالمكونات وتكون عندي عجينه. انا ما بدي العجينه تكون يابسه كتير، فاذا لقيتها متماسكه بحط لها الكريمه او الحليب اذا موجود عندكم. بدل الكريمه ممكن نستعمل الحليب.
بنلاحظ كيف قوام العجينة ناعمة ولطيفة جدا. ونبتدي هلأ نشوف طريقة التشكيل. أعزائي، لتجهيز العجينة بحتاج قطعتين من ورق الزبدة، بيسهلوا علي الشغل. والعجينة بحطها بهالطريقة. أنا بدي أعملها على شكل مستطيل أو مربع. هنحط عليها قطعة الورق وأبتدي أضغط عليها. ممكن أضغطها بإيدي، مش محتاجة نشابة، ولكن إذا محتاجين أو حابين تختصروا الجهد، النشابة بتسهل لكم الموضوع. بس هي ممكن تنعمل بالإيد في منتهى البساطة. بحاول أعملها على شكل مربع مستطيل دائرة، مش مشكلة، اللي بيبقى سهل علينا تشكيله، بس تكون حوالي 10 بوصة قطرها بهالطريقة. هنرفعها هيك ونتأكد بس إنها هتنفصل في منتهى السهولة. زي ما قلنا ممكن نعملها بإيدنا، ما في أبدا أي صعوبة. هبتدي أوزع عليها الحشوة اللي جهزناها، زبدة وسكر بني وقرفة. هوزعها بهالطريقة. لغاية ما تتغطى طبعا كل العجينة. هلأ هبتدي ألفها على شكل رول، زي ما بعمل السينمون رول اللي متعودين عليها، بس طبعا هذه بتبقى عجينة مختلفة. الورق بيساعدكم على التشكيل. هلأ بحاول قدر الإمكان أخليها تكون متساوية، ما تكونش الأطراف رفيعة والوسط سميك. بتحكم فيها بهالطريقة هاي. هنبتدي أعزائي بالسكين نقطعها لحوالي 10 قطع أو 12 قطعة حسب ما أنتوا بتشوفوا قديش بدكم حجم حبة الكوكيز. خلوا بالكم هذه وصفة مش عجينة خميرة، فشوي مختلفة. على الصينية بحط قطعة من ورق الزبدة، وحاخد قطعة من الشريحة اللي قطعتها، وحاول قدر الإمكان أعملها على شكل كأنه كوكيز بهالطريقة، ونحطها بالصينية. ونأخذ واحدة كمان نضغط عليها بإيدنا، وأكمل نفس الخطوات. وبعد هيك أدخلها الفرن. وممكن عشان برضو من ضمن الأفكار اللي دائما لما بنعمل الكوكيز، إذا حطيناه في البراد لحوالي 10 ل 15 دقيقة بيحافظ على تماسكه وبيخلي العجينة تبقى أفضل. ولكن إذا وقتكم ضيق بتقدروا تخبزوه على طول. وإذا بدكم تجهيز مسبق فيكم تجهزوه وتحطوه بالفريزر وقت اللي بدكم تطلعوه، يصير في درجة الحرارة العادية وتخبزوه. ونشوف أعزائي طريقة تجهيز صلصة السكر. أعزائي، بعد ما أخبز الكوكيز بسيبه يبرد تماما، وممكن أستمتع بطعمه بهذا الشكل. أو إذا حبينا نعمل له الصلصة اللي بتكون على السينامون رولز، ممكن نعملها ببساطة بالسكر الناعم والحليب. عندي هون سكر بودرة ناعم، بضيف له شوية حليب، أو إذا حبينا شوية كريمة سائلة. وأبتدي أقلب لغاية ما الحليب كله يتشرب بالسكر، وأتحكم بكثافة الصلصة على حسب ما أنا بدي. ممكن كمان أرش لها رشة قرفة إذا حابة مزيد من طعم القرفة، تصير صلصة قرفة كمان، وأوزعها على الكوكيز. أعزائي، أتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتحبوا تجربوها.
فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.